مرحبا يا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم بفيديو جديد من لعبه محاكي الشاحنات تراك سيميليتور التيميت. طبعا يا شباب، شكرا للدعم الاسطوري، شكرا لكم من القلب. طبعا اسف اني عم اتاخر بالفيديوهات، ولكن كل يوم كل يوم عم نبث مباشر على اليوتيوب. فشباب، اليوم فكره الفيديو هي راح نشرح لكم كيف تسوي اسمك نظامي. ثاني شيء يا شباب، راح نشرح لكم افضل دوله يعني ممكن انه تجمع مصاري منها. فقبل ما نبدا بالفيديو، اللي ما اشترك اشترك، واللي ما حط لايك حط لايك، واذا كنت اول مره تشاهد فيديوهاتي اشترك وفعل زر التنبيهات حتى يوصلك كل الاشعارات، ونخليكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. طبعا شباب، اول شيء راح نبدا بتغيير الاسم. طبعا تغيير الاسم شباب كل عليكم تدخل لجوجل كروم. فخلينا نروح لجوجل كروم. تمام يا شباب، اول شيء كل عليكم تدخلون لجوجل كروم، تجون للضغط، تحطون كلمة عكس الكلام. شوفوا شباب، تكتبون عكس الكلام، يطلع لكم اول شيء من فوق، تعطيه ذهاب الى عكس الكلام. طبعا انا محطوط عندي هاي بالاصدار المكتب، فخلينا نطفي اصدار المكتب. تمام، يطلع لكم مثل ما تشوفون هذه يا شباب، عكس الكلام، اول خيار من فوق، ضغطوا عليه يا شباب، طلعت لكم هاي اللوحة. وين تشوفوها؟ هاي هي، شايفينها يا شباب؟ اكتب النص في المربع الكبير، اضغط على زر النسخ. طبعا راح نجي نكتبها، مثلا نقول لكم مثال الهاروني. تمام، حطيناها هيك، تحويل ونسخ، راح تطلع لكم هاي هين. تمام، مثل ما تشوفون المربع التحتاني يا شباب، تضغطون عليه ضغطة مطولة، تحطوا نسخ. تمام، خلينا نحط له نسخ. تمام، نعطيه نسخ يا شباب. بعد ما اعطينا نسخ، رحنا لهذه الطريقة، جينا للعبة. فشباب جينا للعبة، تمام، عطينا تعديل اسم. شباب شوفوا، من فوق اسم الشركة، تحت اسمك باللعبة. تمام، فجينا مثلا نقول لكم على مكان اسم الشركة، حطينا لها حاليا هاي اسم شركتنا نحن، فنحن اللي بدنا اياه نفرجيكم اياه. تمام، حطينا الكلام اللي نسخناه، هذا هو، حطينا نسخ، طلعت الهاروني نظامي. تمام، لو جينا مثلا كتبنا من هين الهاروني مثلا، تطلع عنا مخربطة، شايفين شلون يا شباب؟ فيوم تروح تحط الاسم تزبطه بهذاك المكان، تعطيه تمام، يطلع عندك الاسم نظامي الهاروني. فهذه هي يا شباب الطريقة، واتمنى تكون استفدتوا منها. رح ننتقل يا شباب للشيء الثاني، وهو افضل دولة لحتى يعني تقدر تسويها لحتى تجمع فلوس كثير. فنعطيها انشاء مكتب. دولة لبنان، دولة لبنان يا شباب هي يعني دولة تجمع بها فلوس كثير. ليش؟ شو السبب؟ مثلا انه انت راح تقدر تختار الحمولات مسافاتها قصيرة. تمام يا شباب، فايش فايدة المسافات القصيرة باللعبة بجمع الفلوس؟ هاي لبنان شباب. الشيء يا شباب اللي هو مثلا انت عندك عمال، تمام، الموظفين، بدل ما تبعث الموظف بمسافة مثلا، شوف وين عندنا حتى دولة قطر، ولكن ندخل لبنان نشوفها. فبدل ما تبعث انت الموظفين يا شباب برحلة مثلا مسافتها 500 600 كذا، نص ساعة لحتى يرجع، فانت من هين شباب عندكم 75 كيلومتر، 80 كيلومتر، 39، 25. فشفتوا يا شباب، وحتى قطر يعني حتى قطر فيها مسافات قصيرة. مثل تشوف اي، اتوقع قطر هي، اتوقع هي، شوف بيها 99، بيها والله بيها بيها مسافات طويلة ومسافات قصيرة. فخلونا بلبنان شباب. لبنان ليش يا شباب؟ شوفوا مثلا انتوا عندكم موظفين، تمام، بعثت السائق عندك بحمولة، راح يوصل حمولة 75 كيلومتر فورا، يوصلها ويرجع خلال 5 دقائق. فانت عندك مثلا 10 سائقين، بعثتهم العشرة، راحت اخذت حمولة لبين ما ترجع انت، يكونوا خلصوا يعني 5 دقائق ترجع تبعثهم. فهذا الشيء راح يزيد من انتاج الفلوس عندك. تمام، فهي الشغلة الثانية يا شباب، والشرح الثاني لأفضل دولة انه تقدر تجمع عن طريقها فلوس. والحين يا شباب خلونا ناخذ لنا حمولة مع بعضنا. مثل ما تشوفون شباب، شوفوا يعني مسافات قصيرة قصيرة. شوف هذا لحم البقر المعلب 25 كيلومتر، والله خلينا ناخذه يا شباب، 18 سنة. تمام، خلينا ناخذه ونشوف مع بعضنا. شوفوا شباب، شوفوا تعينكم، هاي مسافات قصيرة،
ليش المسافات القصيرة يا شباب؟ لأني يعني عن طريق المسافات القصيرة أنت تقدر تختار إنه تشغل العامل بشكل كثير كثير، يعني حمل ورا حمل، كل 5 دقائق حمل، كل 5 دقائق، كل 5 دقائق. هذا الشيء راح يزيد من إنه تجمع فلوس، ونفس سعرهن يعني المسافات قصيرة والسعر نفس سعر باقي السيرفرات. فخلونا نروح ناخذ هاي الحمولة يا شباب ونعطيها أوكي ونجرب ونشوف المسافات ونشوف الحمولة مع بعضنا. 25 كيلومتر. طبعا ما حاطي لك ساعة لل شو اسمه، ان شاء الله ندخل نوطي صوت شوي. فطبعا ما حاطي لك ساعة يا شباب، ليش؟ لاني المسافة قصيرة، حلو، فهذا السبب اللي مو حاطي لك ساعة. فخلونا نختار ناخذ هاي الحمولة نعلقها مع بعض. وين سعرك السيارة؟ تمام. أحح، إيش صار للسيارة؟ Let's get started. هاي حمولتنا يا شباب، خلونا نروح ناخذها نوصلها بسرعة. شباب كثير ناس تسأل إنه شلون بدي يعني ازيد الليفل، شلون ازيد الليفل، شلون ازيد الليفل. يا شباب زيادة الليفل تعتمد على النجوم اللي انت تجمعها لما تاخذ الحمل، تمام؟ فانت لما تاخذ حمل والنجوم فيه 5، كل ما تاخذ كم حمل تاخذ عليهم 5 نجوم، 5 نجوم يزيد من ليفلك بسرعة. ثاني شيء اللي هو مشاهدة الاعلانات يا شباب. لما تشاهد اعلانات الذهب تاخذ عليهم ذهب، فهذا الاعلانات تقدر تستبدل الذهب بالليفل، وهذا الشيء راح يزيد من الليفل وراح يزيد بسرعه انه ازدياد الليفل. فشباب بالنسبه للبث المباشر، فنحن كل يوم باذن الله كل يوم كل يوم عندنا بث مباشر باللعبه على قناه اليوتيوب هاي. واللي ما مشترك يا شباب يروح يشترك، واللي اول مره يشاهد فيديوهات يروح يشاهدهن، وننتظر الجميع يا شباب على البث المباشر. فنحن كل يوم كل يوم عندنا تجمع، نحن والمتابعين ندخل 7 أشخاص 8 9 حسب اللي هو، ندخل على الحمولات وناخذ حمولات مع بعضنا بالبث المباشر. فاللي حب يجي كل يوم ان شاء الله من بعد الساعة 9 يجي يتفضل عنا، نلعب نتسلى كذا. وشباب راح اترك لكم رابط الانستغرام تبعي ورابط اسمي بالتليجرام ورابط الانستغرام ورابط الديسكورد. فاللي حب يدعم يشترك بالانستغرام، عفوا يتابعني على الانستغرام، يراسلني بالتليجرام اللي حب اي شيء. يعني راح احط لكم الروابط بالصندوق الوصف. Turn right. يا اخي طب شايفني انا راح اطلع، ليش تجي؟ طبعا شباب اللي يسأل افضل شاحنة باللعبة، فانا من تجربتي انصحكم شباب، انصحكم كتجربة، انا سقت كل الشاحنات اللي باللعبة تمام وكلياتهم. فافضل شاحنة هي الفرد اللي معك هاي يا شباب، هي افضل شاحنة باللعبة. ليش افضل شاحنة؟ شباب من جهة السرعة فهي يعني توصل سرعتها لل 25 26 بهاي الدار بهالاراضي هاي. وبالنسبة للثبات يعني تخيل انت ماشي بسرعة 120-125 وتلف المنعطف يعني، واقل من سهولة اقل من سلاسة، يعني شيء عن جد. شباب جربوها انتو واكتبوا لنا بالتعليقات. Turn right. مصاري كثيرة والحمد لله. Turn left. ماني سائلين يعني. عادي شباب اهم شيء النظام، تمام، اهم شيء النظام يا شباب. فلما تاخذ حمولة بدون حوادث بدون شيء راح يعطوك 5 نجوم، وهاي ال5 نجوم هي يلي راح تساعدك اني تزيد ليفلك بسرعة. يعني 5 نجوم مع 5 نجوم مع كذا كذا، هاي كلها هي اللي سبب انه زيادة الليفل بشكل سريع، عرفتوا يا شباب؟ ف
فهاي الطريقة اللي انت راح تزيد بها لفلك. لازم تحاول ان تكون سواقتك نظامية، تمام؟ طبعا شباب لهين وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا به واستفدتوا منه. شباب اللي ما مشترك يشترك، واللي ما حط لايك يحط لايك، واذا كنت اول مرة تشاهد فيديوهاتي اشترك وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. شباب لا تنسوا كل يوم باذن الله عنا بث مباشر، تابعونا على البث المباشرة وخلونا نلعب مع بعضنا، وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله من لعبة الشاحنات تراك سيميلاتور ألتيميت. سلام عليكم.